بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد. المحاضرة رقم 80 من الـ PHP Lecture اللي هي تخص السيرفر. إيه هذا؟ راح أول سطر راح يعطينا عنوان المحاضرة، والسطر الثاني راح يعطينا السنتكس. السنتكس يكتب بهذا الشكل: علامة الدولار، وهنا أنا سيرفر، وهنا أنا PHP سيلف، وأكو أشياء كثيرة نقدر نغيرها فقط هنا. طيب، إذا هذا بينقص علامة الدولار، لأنه نخلي علامة الدولار يطلع لنا إيرور. طيب، أول وحدة إيش راح نقول؟ نقول سيرفر أدريس. سيرفر أدريس طلع لنا، قال هذا السيرفر أدريس عنوان هاي الحاسب. طيب، النيم الاسم، لوكال هوست، فعلا احنا وين بدنا نشتغل على اللوكال هوست. طيب نقول له اف اذا السيرفر هو سيرفر نيم يساوي اللوكال هوست، طلع لنا هاي، وطلع لنا فعلا لان هو يشتغل على اللوكال هوست. اللي بعده شنو اللي بعد هذا؟ كويري سترينج. كويري سترينج شنو يعني؟ يعني كويري سترينج هذا وهاي هو هذا عنوان الصفحة. احنا ايش كتبنا؟ كتبنا فد شيء اضافي يعني هنا، وعلامة استفهام بعد نسوي كويري. مثلا نيم يساوي احمد ويساوي انت ما ادري شنو هالقد، فكتبناها هنا انا كويري هذا الكويري. طيب هذا الكويري. اللي بعدها هو شنو؟ هو هذا اللي هو سيرف بورت. كتبنا البورت، فعلا احنا بدنا نشتغل على البورت 8080. اللي بعدها الروت. الروت هو هذا الروت، هذا هو الروت، هذا هو الروت اللي نشتغل عليه. الروت كتبنا روت مال لوكال هوست، وفعلا احنا بدنا نشتغل على الاف اكس اي ام بي بي و اتش تي دي او سي اس. طيب الاخيره هو هذا هو عبارة عن صفحة. وشنو بها الصفحة؟ فتحنا هنا صفحة. شنو بها الصفحة؟ بها الاشرف. الاشرف يعني شنو؟ يعني رابط يودينا على مكان معين. وين يودينا؟ على الـ PHE self، يعني يودينا على نفس الصفحة. وإذا سوينا كليك هنا يعني راح يطلع لنا يقول لي انت بهاي الصفحة. نعم فعلا انت بهاي الصفحة. سوينا كليك ما راح يغير، يقول لي انت بهاي الصفحة. لو كنت بغير مكان هو اللي جوا الصفحة يعني راح يرجع لي على الصفحة، بس هي الصفحة صغيرة. بقى شيء واحد اللي هو هذا. اي هذا نريد ننفذه. هذا شنو؟ هذا منين جاي انت؟ يعني انت من الصفحة جاي. خلنا نفرض احنا عندنا تيست، هاي الصفحة مثلا، احنا جايين من هاي الصفحة. ده وين نروح؟ نريد نروح على من؟ على 80 سوبر جلوبال، هاي الصفحة مالتنا اللي هي هاي اللي كنا نشتغل عليها. طيب ايش راح نسوي؟ راح نروح ننفذ مثلا التيست. على سبيل المثال هنا اعتقد هنا تنفيذ التيست. هنا طلعنا تنفيذ التيست، ونشوف كليك هنا هسه ننفذ هاي. نشوف ما غير شيء. اذا هنا PHP صح، PHP نسوي كليك. اكو فد شيء صار، شنو ما اعرف. نشوف اذا نروح على هاي. أنا ما خازنيها، وهاي ما خازنيها، مبين ما خازنيها، فمدى يتغير. نشوف هسه نروح على هاي، نسوي كليك هيجي. ايش قال؟ قال انت جاي من فروم، يو ار كم فروم، من كذا كذا، من 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 هذه الصفحة، من هاي الصفحة. اذا سوينا هاي لوكال هوست، هاي اها قال ان انت جاي، نسوي لك كليك مثلا، هذا الكليك مال هذيك الصفحة. طيب اذا هو جاي، احنا بدنا نحكي على يو، احنا بدنا نحكي على هذا. يو ار كم فروم، يو ار كم فروم، يو ار كم فروم، منين جت؟ جت من هذا
من هذا اللينك، من هذا اللينك. لهنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.